عناوين النشرة: الحريري يوفد غطاس إلى معراب، والرئيس الحريري حط مسلماته وهي الإصغاء إلى مطالب الناس. إذا حكومة إخصاصيين بس بزد لك الكلمة مستقلين حكما ما لازم نشارك فيها. أنصار أمل وحزب الله مجددا في مواجهة الأمن عند الرينج. وقوى الأمن تستخدم الغاز المسيل لتفريق متظاهرين في محيط مجلس النواب. بعد سلوم توقيف موظفين في إدارة السير. تصفية حسابات في الأعمال تتخذ شكل عقوبات. لا شك في حدا من لبنان وفي حدا محلي من هون الكونغو في لعبة تنافسية كبيرة، إنه أنا من أكبر شركة موجودة هون. محمد الزعبي ورحلة العودة على قدمين. كان عمري 9 سنين وقت ما قطشت اجي، هلا 42 سنة. قد ايش صار لي معروف وبمشي على الكيزة ما بمشي على الجهاز. ما حدا بيطلع فينا ويلاقيني عادي. وباسم مغنية لفن الخبر. يا ريت نقدر عن جد نرجع جزء كتير كبير من القصص اللي انسرقت. أنا بالنسبة لي كل طقم سياسي حرامي.